بالنسبة لي صلاة الحاجة هي صلاة الحاجة هي صلاة الإنسان بيصليها بيتوجه بصلاتها لقضاء الحاجة، وجمهور الفقهاء على إنها مستحبة. وبعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أنت ما صليت، بعد جاي تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يدعو الإنسان بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي علمنا إنه من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ ويحسن، وليحسن الوضوء، ثم إنه ليصلي ركعتين، ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول في صلاة الحاجة: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي يا مولاي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. فنتوجه بها بهذا الدعاء. الإنسان لما بيتوضأ بيخرج من ذنوبه، وإذا عقل هذا المعنى في قلبه، فإذا ما امتثل بالصلاة بين يدي الكريم سبحانه وتعالى فهو يناجي مولاه ويذكر الله: وأقم الصلاة لذكري. فإذا فرغ من صلاته وهو في هذا وعلى هذا الحال الشريف، يصلي ويسلم على حضرة الحبيب المصطفى بعد الثناء على الله تعالى، ثم يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة، ويذكر بما ورد من أنواع الذكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يوجه العباد إلى ضرورة سؤال الله، كما أخبرنا وعلمنا: من لم يسأل الله يغضب. الله يريد من عباده أن يفتقروا بين يديه، وأن يسألوه من خير الدنيا والآخرة، وألا يعتد الإنسان لا بقوة ولا بسلطان ولا بمال ولا بأي شيء، إنما يعتد بثقته في الله سبحانه وتعالى، وبطلب أنه عبد فقير بين يدي الله سبحانه وتعالى، يسأل الله سبحانه وتعالى من فضل. وده قمة العبادة اللي بتكون من العباد لمولاهم. فاللهم اجعلنا من الموفقين والموفقات، اللهم أمين، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.